الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبك نستعين يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبك نستعين يا ذا الجلال والإكرام. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه ومحبه وسلام. احييكم من ارضيه ميدان الشحانيه في يوم الاثنين الموافق 10 من رجب لعام 1445 هجريا، الموافق 22 من يناير لعام 2024 ميلاديا. في صباح هذا اليوم تبدأ انطلاقات وتحديات سن الحقائق ضمن فعاليات المحلي السابع بمرحلته الأولى. نتواصل بانطلاقة 15 شوطا في هذا الصباح المميز، تحمل بطياتها شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. وانطلاقة الشوط الرئيسي للحقائق البكار وتحديات سن الحقائق على بركة الله. نبدأ بانطلاقة وتحديات هذا الشوط 3 كيلومترات، هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الباحثة عن الشوط الرئيسي في هذا الصباح الباكر. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى، ومن تتواجد مع الصدارة مباشرة اهتمام لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني، بمتابعة راشد بن صالح أبا الزمات المري متابعا مراقبا لاهتمام التي تحتل المركز الأول وتبدأ بالنداء مباشرة، بينما المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير. من تتواجد باندفاعة المركز الثاني وهي طيف لهجنم الزبار بقيادة علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، يتابع اندفاعة طيف على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير. تتقدم بهذه الانطلاقة الزعيمة لهجنم الزبار بقيادة الداب حمد بن محمد بن جرحب المري، من يتسلل بدوره مع الزعيمة من المركز الثالث إلى المركز الثاني. المركز الرابع تتقدم قمة لهجن المرخية بمتابعة محمد مدثر أحمد الله جاد، يتابع هجن المرخية ويتابع قمة على المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم سما لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع سما التي تنضم إلى نخبة المقدمة والصدارة. هذه نتيجة مشاهدي الكرام للخمس المراكز الأولى، الخمس الأسماء المميزة والمنطلقة مع الكيلومتر الأخير. بدأت الأسماء تنضم إلى مقدمة الشوط بهذا الأداء الكبير، بهذا الإبداع والإمتاع الذي نتابع مع هذه الأصايل وهذه النخبة وهذه النوعيات الفاخرة في هذا التحدي الكبير. سما تتسلل إلى البداية وإلى التحدي لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع سما على المركز الأول. المركز الثاني تتقدم بشاير لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل،
والمركز الثالث أتابع القادمة مفهوقة لهجر الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. ثلاثة أسماء كبيرة تتحرك نحو التحدي. بدت الحركة والأوامر بمعركة هذا الشوط، الشوط الرئيسي. من هو السعيد الذي سوف يظفر بهذا الناموس؟ سماع على المركز الأول، بشاير على المركز الثاني، مفهوقة على المركز الثالث، ولكن سماع البداية، سماع المقدمة ما زالت تحتل الصدارة، ما زالت تسيطر على زمام الأمور. سماع والشوط الرئيسي، أول تحدياتي هذا الصباح مع هجر الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. يتابع سماع التي انطلقت وحققت هذا الأداء الكبير وانتزعت الناموس. تهانينا والف مبروك لهجر الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية على فوز سما بناموس الشوط الرئيسي. المركز الثاني بشاير لهجر الشحانية مع جرلة بن محمد بن عقيل. المركز الثالث وصلت مفهوقة لهجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع، المركز الرابع هجر لهجر الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران المري. والمركز الخامس الوذنة لهجر ام الزبار بقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، كما تابعتم واستمتعتم باول الاشواط الرئيسية في صباح هذا اليوم وسن الحقائق وسن المستقبل واجيال المستقبل الحاضرة في هذا التحدي الكبير والمنافسات الكبيرة على ارضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بحضور ولا اروع تقدمت به هذه الشعارات الكبيرة وخبراء التضمير مقدمين هذه النوعيات الفاخرة في هذا الصباح الكبير. ملخص الشوط الاول مشاهدينا الكرام والرئيسي للحقائق الابكار المفتوح في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة. عندما جاءت هذه الاسماء الكبيرة وتواجدت هذه الشعارات، فجاءت سما محققة ناموسا رئيسيا صباحيا في هذا التحدي الكبير، مهدية السلامات الى محبي وعشاق شعار الادعم في هذا الصباح المميز. سما والتوقيت الزمني، ساعة وصولها الى خط النهاية معلنة الفوز والناموس، 4:29، 33 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني بشاير، 4:30، 65 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من تابع بشاير محققة المركز الثاني. المركز الثالث جاءت مفهوقة، 4:31، 59 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدي الكرام انتهت حكايتي ورواية الشوط الرئيسي للحقائق البكار.